سحري كده تشوف. صباح الفل يا دودو، ازيك؟ عامل اخبارك؟ يا رب يكون بخير. يا حسن، السلام عليكم يا مس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. خرجت كمان يا مس. خرجت بالغلط علشان انا كان كنت عاوزه اقول اوكي للريكورد، قلت للميتنج ولا بالغلط. يهمك يا روحي، ولا يهمك، ليه وحشيني خالص؟ انت وحشتيني يا دودو. العربي زي الفل. كنت شطورة في العربي ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا رب، يدبر لك امورك يا رب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما كنت حضرتك لا يا حبيبتي، انا ما عملتش حاجة. تعبت معانا. لا يا روحي، انا ما عملتش حاجة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا سوسو، ازيك يا عسل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، احنا اهلا احكام وسهلا. بنبقى 18 لإلا 28 لإلا 30، فالمفروض ان احنا 5. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس اللي يا عارفاني مس طبعا. دين، تمام، نعم يا روحي. يا مس هالدين و دين يا روحي، معاكم ميس أمال محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكم ميس أمال محمد يا ولادي. احنا من أكاديمية جينيوس، وطبعا دي حصة مجانية لكل الناس، تفضلوا أهلا وسهلا بيكم معانا لمراجعة الدين إن شاء الله. ربنا يدبر لكم الأمن العسير إن شاء الله، وإن شاء الله استبشروا خير. إن شاء الله يا مس. المادة بتاعتنا احنا من أول السنة احنا شغالين مع بعض فيها، بالنسبة للولاد اللي معايا ولادي مهتمين بيها اهتمام كامل، مش مجرد بس حاجة بناخدها في آخر الحصة أو الكلام ده، لأ احنا مهتمين بيها اهتمام زيها زي أي مادة عادية خالص، مفيش فرق بينها وبين أي مادة. وده نصيحتي ليكم، إن احنا ناخد المواد زي دي من بداية السنة الأخيرة، يعني ما نعطلش نفسنا خالص فيه. عليكم السلام يا مرأة. السلام عليكم. عليكم السلام يا ولادي، أهلا وسهلا بيكم. أنا سهل دلوقتي مع بعض، هنبدأ المراجعات. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ريت نفتح كتابنا مع بعض. الكتاب بتاعي عادي، بتاع سلاح التمييز اللي احنا محتاجينه برضك هنحتاجه. صلاح الدين كتاب معايا، انا هسجله قدامكم النسخة الجديدة. تمام، فتحت، أجيب صفحة كام؟ هو صفحة 8. دلوقتي مع بعض احنا هنحاول ان احنا نلم المنهج، واقول لكم اهم النقاط اللي موجودة في كل درس. عايزاكم تركزوا معايا كويس جدا، معاك قلم يكون معاك كده مركز معايا، نخطط على اهم النقاط اللي ممكن موضع تكون موضع اسئلة، بعدين هنقعد نحل مع بعض كذا حاجة ان شاء الله. عايزاكم تصحصحوا معايا. يلا، اول حاجة عندي العبادة معناها وأنواعها. الدرس الأول دوت بيعتمد على إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى وحده. جميل؟ بس الخط فهنا العبادة خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. طب ليه؟ لأنها بتنظم حياتنا. طب الجزئية هنا دي بيقول لي العبادات أنواعها إيه؟ عندي 4 علاقات، علاقة الإنسان أو علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، علاقتنا بأنفسنا، علاقتنا بالناس، وعلاقتنا بالكون من حولنا. لازم أركز على كل ده. الجزئية الأولى في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، المقصود بيها العبادة الخاصة بينك وبين ربنا زي الصلاة وزي الصيام. كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق إلا الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما في حد يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا مش بنعبد غير مين؟ غير ربنا سبحانه وتعالى فقط بس. هننتقل على الجزئية التانية، علاقتنا بأنفسنا، ودي بتكون بطاعة ربنا في الحفاظ على أنفسنا، وإن أنا أتخلق بأخلاق حميدة زي الصدق وزي الأمانة. طب علاقتنا
بالناس، ان انا اتعامل مع الناس بعلاقه تنظمها الدين وينظمها المنهج الرباني الذي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيه، عشان نقدر ان احنا نتعامل ونعيش في حياه وفي تسامح وفي راحه وفي سلام. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الناس بخلق حسن. ان حسن الاخلاق دي من اكتر الناس اللي عنده حسن اخلاق يبقى اقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه في الجنه كمان. علاقتنا بالكون من حولنا، طبعا احنا لازم نعمر الكون ولا نخربه، يبقى تعمير الكون بما اراد الله سبحانه وتعالى دي عباده لله. كده دي الاربع علاقات بتاعت الدرس الايه، بتاعت الدرس الاول. هننتقل على الدرس اللي بعده، اسم الله تعالى الودود. ايه الفرق عندي بين الود وبين الحب؟ الحب شعور، انما الود فعل انا بعمله يبين لك قد ايه انا بحبك. ربنا سبحانه وتعالى ما سماش نفسه المحبوب، سمى نفسه الودود. معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بالكثير من النعم وسمى نفسه ودود، اي يتودد الينا سبحانه فهو يحبنا. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده طبعا مظاهر الود كتير جدا، استغفار ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول استغفروا ربكم، ان ربنا بيطلب مننا الاستغفار، ان ربي رحيم ودود، وكمان في ايات تانية ان ربي قريب سبحانه. طب مظاهر الود قد ايه؟ كل حاجة من نعم حوالينا دي مظاهر ود، سماوات، نباتات، شمس، كل حاجة تكتبها دي ممكن تيجي ايا كان. يقول لك من مظاهر الود التي خلقها الله لنا تعالى في التي خلقها الله لنا، ويكتب لك نقط: شمس، نباتات، كل ده صح. أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، يعني ده الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، كلمة يغدوكم دي أهم كلمة فيه، يعني يعطيكم بإيه؟ بكرمه سبحانه. طب إزاي أكون ودود مع الناس؟ إلقاء السلام، مساعدة الأهل، عطف على الحيوان، مساعدة الآخرين، كل الحاجات دي من مظاهر الود إلينا، إلى الله سبحانه وتعالى إلينا. وكمان التعبير عن حبك لمن تحب: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحب. ودي من أحلى وأفضل العلاقات بين الناس وبين بعضها، أما تقول أنا بحبك ويعرف إن أنت جواك، ويعرف إن أنت جواك حب ليه، ده بيدل على إيه؟ على إن أنت كده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخلي بينك وبين الناس اللي حواليك محبة ود، دي بتجعلك أنت أحسن وسط الناس. هنيجي للجزئية اللي بعدها، الدرس اللي بعده، سورة الانفطار. طبعا لازم كلنا نكون حافظين السورة، طبعا ولادي ما شاء الله يعني دايما وغيركم حافظين، أنا عارفة ما شاء الله عليكم، فراجعين عليها كذا مرة. أهم النقاط في سورة الانفطار إيه؟ أول حاجة إن هي سورة مكية، لازم أركز فيها. كمان بتظهر في يوم القيامة زي سور تانية عندي، إذا الشمس كورت، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق. الثلاث سور دول من أسره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ الثلاث سور دول، يعني كان يوم القيامة قدامك بالظبط. بتبدأ السورة عادي وتستهل بإيه؟ تغير أحوال الكون نفسها، انشقاق السماء، الكواكب أن تنتثر وتكف عن الدوران، تتفرق البحار، تتفجر القبور، تبعثر. علمت نفس ساعتها ما قدم. طب يا ترى يا ميس، أهم حتة هنا إيه؟ هل المشاهد الصعبة دي كلها المؤمنين هيتعذبوا فيها؟ لا، ربنا هيجعلها يسيرة على المؤمنين جزاء إحسانهم في الإيه؟ في الدنيا. أدي الجزئية دي. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ يعاتب الإنسان، ليه؟ ليه أنت مثلا ما بتؤمنش بربك؟ في هذه الآية عتاب للكافر، أنت ليه ما بتؤمنش بربنا سبحانه وتعالى؟ من أهم النقاط كلمة بالدين، الدين يوم الدين هو يوم الإيه؟ الحساب. وكراما كاتبين، المقصود بها الملائكة الذين المقربين عند الله. دي من أهم النقاط. هندخل بعد كده على الجزئية الأخيرة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الآيات دي بتوضح لي صنفين من الناس: الأبرار والفجار. أبرار بيعبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته، يتقنون العمل، يرعون حقوق العباد. أما الفجار العكس، يعتدون على حقوق الآخرين، يؤذون الخلق بالفعل والقول. عشان كده إحنا بنبعد إيه عنهم، ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم كمان في الآخرة والعذاب شديد، إن الأبرار لفي، إن الفجار لفي جحيم.
كلمة فجار يعني المشركين بالله، كلمة أبرار يعني مؤمنين صادقين. دي من أهم الإيه، أنا بحاول يعني أنتقي أهم الحاجات اللي عنده. لو في حد عنده سؤال يبعت لي على الشات، تمام؟ عشان بس أنا قافلة المايكات، عشان بس ما شاء الله عددكم كبير فمش هينفع أفتح المايك لكل، وأنا آسفة. يلا اللي عاوز أي سؤال يبعت لي على الشات. هنيجي ننتقل بقى على جزئية إيه، الجزئية دي الدرس ده مهم أوي أوي أوي. أحكام النون إيه؟ أحكام النون الساكنة. النون الساكنة أنا عندي هنا 4 أحكام مهمين أوي أوي أوي: إدغام، إظهار، إقلاب، وإخفاء. حروفنا في اللغة العربية 28، أنا بحفظ كل واحدة من دول فيهم كام واحدة، وبعدين بسيب الإخفاء لأن هو أكبر واحد فيهم 15 حرف، فهو ده ممكن الحروف اللي أنا مش بعرف ألاقيها. لكن أنا أحفظ الإدغام حروفه إيه، الإظهار حروفه إيه، الإقلام حروفه إيه، وبعد كده برجع لإيه، برجع للجزئية بتاعت الإخفاء عشان كده بعرف ال15 حرف اللي باقيين. أحكام النون الساكنة والتنوين: أول حاجة عندي الإدغام. الإدغام عندي بيتكون ب6 حروف بكلمة يرملون. طب يعني إيه إدغام تيتشر؟ إدغام إن أنا بجمع الكلمة الحرفين النون في الحرف اللي بعدها، سواء كان النون ده نون عادية أو تنوين. يعني مثلا أقول هنا مي يطع أو لقومي يعقلون. طب في الامتحان يجي لي إزاي؟ يقول لي حروف الإدغام إيه هي؟ هتقول له حروف الإدغام يرملون. أو يجي لك آية زي كده بيقول لك حط لي الحكم اللي فيه. أول ما ألاقي نون ساكنة أو تنوين وراء أي حرف من حروف يرملون أعرف إنها إدغام. لو كانت من ينمو يه ونون وميم واو يبقى ده إدغام بغنة. لو كانت لام وراء يبقى ده إدغام بغير إيه؟ بغير واو. ده كده الإدغام. هندخل على الإظهار الحرفي. أول حرف همزة وهاء، عين وحاء، غين وخاء. دول سهلين جدا، أنا بقدر إن أنا ألاقيهم في المصحف عن طريق إيه؟ إن أنا بلاقي إن النون نفسها عليها سكون، وسكون واضح. يعني أنت لو لاحظت هنا النون ما عليهاش حاجة، عشان كده ده بيقول إن في وراح. لكن الإظهار النون بيبقى عليها سكون واضحة اللي هي الحاء الصغيرة دي، سواء كان بعدها همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، دي كده اسمها حروف الإيه؟ الإظهار. طب أقولها إزاي؟ ومن أعرض أوضح النون، أو لو هنا تنوين أقول إيه؟ ولكل قوم قوم أو النون هاد، لأن بعدها إيه؟ الهاء. طب مثل أنا لو نسيتها في المصحف، لما تلاقوا التنوين جنب بعضه كده يبقى أعرف إن هنا دي حكمها الإظهار، يبقى أنا هنا بظهر التنوين. لكن لو الكلمتين بعيد عن بعض، لو لاحظنا هنا بصوا هتلاقي هنا إن التشكيل هنا عندي بعيد عن بعضه، يعني عاملة كده ودي عاملة كده. هنا كده معنى كده إن في حكم عندي، إنما لما يكون التشكيل أو يكون التنوين بتاعي عامل كده بالظبط كده أهو، أعرف إن ده كده حكم الأسبوع. ده بالنسبة للناس اللي إيه ما تعرفش في المصحف شكلها عامل إزاي. يا أهلا وسهلا بكل اللي بيدخل حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. كده عرفنا الإدغام وعرفنا الإظهار، هندخل على مين؟ على الإقلاب. الإقلاب هي عبارة عن إن أنا أقول النون أخليها ميم. طب إزاي تتشر؟ أنا مثلا لما أكون راكبة تاكسي ولا حاجة أو أيا كان، أقول على جنب لو سمحت، أنا بقول جنب، أمال فين النون؟ أنا بقراها مي جيم وميم وباء. أيوه هو ده الإقلاب، إحنا أصلا بنعملها بالفطرة. إزاي؟ إن أنا لما ألاقي عندي نون ساكنة أو تنوين وراها حرف الباء لازم أقلب البه لميم. شكلها في المصحف بتبقى عبارة عن الميم دي اللي هي ميم اللي هي ديل من تحت دي، مش الميم التانية اللي هي عاملة كده. لكن عشان في ميم في المصحف عاملة كده دي حاجة ليها حكم تاني، إنما الإقلاب اللي إحنا بنقول عليه اللي هو ده الميم دي، تمام؟ عشان كده إحنا بنحاول نقلبها من نون لبه. طب أقولها إزاي؟ أم ميم قصدي أنبئهم. أم إذا فين النون؟ مس فيش نون، بقت ميم على طول. سميع بصير، برضك هنا حولت من تنوين عادي سميع
لا خليتها سميع عم اكني في ميم، سميع بصير، يبقى انا بحول النون نفسها لايه؟ لميم. ادي كده الاقلاب وادي الادغام وخلصنا الايه الايه الاظهار. لو انا جمعتهم دول هيطلعوا كده حوالي 13 حرف، هيبقى معايا 15 اللي هم مين؟ الاخفاء. طب تتشر انا بنساهم، هنحفظهم في البيت دوت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا دم زد في تقن ضع ظالما. طب في المصحف شكله عامل ازاي يا ميس؟ عادي ان انا بلاقي نون عادية ما فيش عليها حاجة خالص، والاقي وراها حرف من غير حروف الادغام ولا اقلاب ولا اظهار. بس يبقى انا كده فهمت ازاي الاخفاء. بشوف النون ما عليهاش حاجه، بشوف هل فيها يرملون، لا. هل فيها اقلاب، لا. هل فيها ادغام، لا. ولا همزه وهاء ولا عين وحاء ولا غين وخاء ولا دون. ساعتها على طول بقدر اجيبها ان هي ده حرف ايه هنا الحكم الاخفاء، عشان ما نتلخبطش في الامتحان. ان ممكن يجي لك الايه ويقول لك هنا وضح لي الحكم هنا ايه. أقرأها إزاي؟ أقول عن صلاتهم، عن صلاتهم بس كده، أو أقول ومن الشر. تمام؟ الناس اللي بتكتب على الشات وبيتكلموا بعضهم بيتعرفوا على بعض، الله يهديكم. حاولوا تركزوا في الحصة. مش حاجة. يلا نكمل. هو طبعا انتوا مش الناس اللي متعرفنيش، استنى النهارده يعني جد شوية عشان بس ايه الامتحان، وكمان انا تعبانه فالحمد لله. لكم معايا ثانيه واحده. برد دوت وتاخد اجازه وارتاح من سنه خمسه، وارتاح واريح نفسي. جالي برد يا داب، سامعاني يا سجن؟ دعيتوا عليا شكلكم انتوا الاتنين. يلا المهم، استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. طبعا الجزئية دي مهمة أوي أوي أوي. السير يعني السيرة نفسها مفيش سطر بيعدي إلا بيكون موضوع سؤال. يعني مثلا من أول سطر يقول لك لم يمض شهران أو أكثر على بيعة العقبة الثانية حتى هاجر المسلمون إلى يثرب. السطر ده السطر ده فيه بتاع 4 5 أسئلة. يقول لك كم شهر مر عشان يهاجر المسلمون يثرب؟ المسلمين هاجروا فين؟ من المدينة المنورة. يثرب يعني ايه؟ يعني المدينة المنورة. كان بعد بيعة ايه؟ العقبة الرضوان، بيعة الرضوان ولا بيعة العقبة الثانية ولا بيعة العقبة الأولى؟ لا بيعة العقبة الثانية. كل ده طب كانت قبل ولا بعد؟ كل الكلام ده كله في السطر الأولاني ده. عشان كده السير أو السير أي سيرة من السير بتعدي علينا في القرآن في المنهج بتاعنا بيبقى ركز ان انا لازم اركز على كل نقطة ان ممكن تكون موضوع سؤال. عشان كده انا تملي بقول على طول يا جماعة مادة الدين من اصعب المواد. في ناس تقول زي تيتشر ذا ماس والساينس، انا عارفة لكن من اصعب المواد لان الاسئلة بتيجي من وسط السطور. خلاص لم يمضي شهرين او اكثر على بيعة العقبة الثانية حتى هاجر المسلمون الى يثرب. حلو قوي، ركز اول حتة دي زي ما وضحت لكم. ففي كان قد ايه كام واحد في المسلمين في مكة؟ أبو بكر وعلي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحاول النبي كل ما يشوف أبو بكر يقول له أبو بكر أنا عايز أهاجر، يقول له استنى شوية لعل الله يجعل لك صاحبا، يمكن حد يروح معاك. فكان يطمع أبو بكر أن يكون صاحبه مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راح المدينة الموضوع هيكبر منهم، مش هيقدروا أن هم يسيطروا عليه، وهتبقى ليه قوة كبيرة جدا وأنصار. فنعمل ايه؟ نقتله قبل ما يسافر المدينة ويهاجر اليها. خططوا زي ما انتوا عارفين ان هم جمعوا من كل قبيلة جم منها واحد عشان دم النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر بين القبائل، لان طبعا عيلة النبي عيلة كبيرة. فلو هم قتلوه واحد منهم قتلوه هيبقى بينهم من بعض على طول اللي هو الطار زي ما احنا بنقوله بالصعيد اللي هو الثأر، مش هنخلص. ده يقتل هنا ده يقتل هنا مش هيعدي. فقالوا لا احنا نقتله ونخلي كل واحد من كل قبيلة يقتلوه مرة واحدة عشان دمه ينتشر بين القبائل فما يعرفوش أهله ياخدوا التارو من مين. المهم الحكاية دي اتفقوا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له يعني نبهه اللي هيحصل وعرفه الإيه الاتفاق اللي عمله ده. فأتوا سيدنا جبريل قالوا لا تبت في هذه الليلة على فراشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه إن ربنا أخبره
عن طريق سيدنا جبريل بالمكر اللي عمله ده كله. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكر. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا أبو بكر وقال له إن ربنا أذله بالهجرة وإن رفيقه هتكون أنت أبو بكر. سيدنا أبو بكر طبعا بكى، ولقى النبي إن سيدنا أبو بكر كان محضر أصلا ناقتين، الناقة اللي هي الجمل للسفر ومجهزهم وكل حاجة. استعد النبي صلى الله عليه وسلم للسفر، بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قائد، فما ينفعش تكون الهجرة بسيطة، لازم يكون في تعاون. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهولنا، إن أي عمل أنت بتعمله لازم يكون في بينك وبين اللي حواليك تعاون، إن التعاون ده هيثمر في الآخر النتيجة اللي أنت عايزها. الخطة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم إن يقسم كل واحد وعطاله دور. سيدنا أبو بكر هيكون هو رفيقه، ستنا أسماء بنت أبي بكر هي اللي هتقوم بالخدمة الأكل والشرب لغاية ما يهاجروا ويسيبوا غار ثور، هنعرف بعد كده. سيدنا عبد الله أخو أسماء كان بيعرف الأخبار من قريش ويجي يقولها للنبي عملوا إيه رايحين فين. طبعا كان في معاه 2 بقى لازم يكونوا مهمين جدا ودورهم قلقبي، واحد كان اسمه عامر ابن فهيرة، وأنا كنت أقول لولادي ره آثار آثار يخفي الآثار ره عامر عشان ما تنسوهوش. عامر ابن فهيرة هو اللي كان بيخفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم عشان كان راعي الأغنام، فكان يمشي وراهم بالأغنام فالأغنام تدب في الأرض ما يبينش مين ماشي هنا أو مش هنا. زمان الأرض كانت كلها صحراوية فبيبان أثر الناس اللي ماشية. كمان استعان بعبد الله بن أري طه، افتكروا الطه، هو اللي كان خبير بالطرق عشان يوصله، وكان ساعتها مشرك يعني كان مع النبي بس كان مشرك مكانش مؤمن بيه. فقرر ان هو يسير في طريق غير مألوف غير معروف عشان قريش اكيد هتبحث عنه في الطريق. قعد النبي صلى الله عليه وسلم لبيته وقال لي سيدنا علي انت خليك مكاني عشان ترد امانات المشركين لما نمشي. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وربنا جعل على عيون الناس اللي كانت واقفه قدامه ومستنيين هو يخرج عشان يقتلوه، جعل على عينهم سد وهو خارج امامهم، وجعلنا من بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. الله يبارك لكم، ايه الكلام الجميل ده، شكرا يا حبايبي شرحي، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا رغد، ربنا يرضى عليكي، الله يخليك، ربنا يخليك على الكلام الحلو اللي انتوا بعتينه لي ده، جزاكم الله كل خير، ربنا يرضى عنكم، ربنا يسعدكم دنيا واخره يا رب. بعد كده بعد ما وصلنا للجزئية دي هنيجي بقى الطريق للإيه، للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الخطة طبعا بتوفيق من الله، لأن أنا عندي لازم أعمل أي حاجة لازم الأول أخد بالأسباب بعدين أتوكل على الله، يعني ما ينفعش أعمل أي حاجة كده وخلاص، لا أول مش مشكلة ربنا أتوكل على الله، لا لازم أخد بالأسباب زي ما احنا بنعمل دلوقتي، أدينا عمالين نذاكر ونذاكر طول السنة أصلا بنذاكر وبنحل حاجات، بس عشان احنا بنعمل اللي علينا عشان ربنا ييسر لنا الامور ايه بكره في الامتحان بتاعنا ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى وفق النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار غار ثور، كان اسمه ايه ثور، وقعدوا هناك وقالوا ان احنا هنروح الاول غار ثور ده عشان يعني يكف المشركين عن البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل الغار لكن سيدنا ابو بكر سبقه. طب ليه؟ عشان يسد الجحور الموجودة بيبعد عن أي حيات أو عقارب عشان ما تأذيش النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا بالفعل الغار وهناك قعدوا فيه 3 إيه؟ 3 ليالي أو 3 أيام. كانت السيدة أسماء زي ما قلنا كانت بتحضر الطعام، وعبد الله بن أبي بكر كان بيجيله من أخبار قريش، وعامر بن فهيرة كان بيخفي آثار أقدام أسماء، وعبد الله رايحين وجايين. خرج الكفار تتبعوا الآثار لغاية ما وصلوا الغار. وهنا سيدنا أبو بكر كان خايف، قالوا إن هما لو بص تحت رجليهم بس هيشوفونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلمة الرائعة، ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما؟ يعني إيه؟ ربنا معانا ما تخافش. طبعا الآية الرائعة اللي بحبها جدا، إلا تنصروا فقد نصره الله، دي من أمتع الآيات. بدأ الطريق، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا قد إيه الانتماء للوطن، وقد إيه الإنسان بفطرته بيحب المكان اللي هو اتولد فيه. بعد ما قعدوا 3 ليالي هناك خرج النبي من مكة وصلها كده وقال لها ما أطيبكم من بلد،
وأحبك إلي، يعني أكتر بلد أنا بحبك، ولولا إن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. يا رب يا رب يرزقنا مكة يا رب وزيارتك. تمام. طبعا الناس اللي هناك ما شاء الله ربنا يحفظكم يعني. المهم ساعتها كان في واحد اسمه سراقة ابن مالك، وهو اللي عرف يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لحقه، شافه من بعيد وهو لسه بيتقدم، راحت رجليه رجل الفرس بتاعته غاصت في الأرض، وكل ما يقوم ويرفع نفسه يقع تاني، يقوم ويرفع نفسه يقع تاني. وكان ساعتها أبو بكر، سيدنا أبو بكر، سيدنا محمد ماشي بيقرأ قرآن، سيدنا أبو بكر كان واقف وراه. طب ليه؟ عشان يحميه. الحتة دي موضوع سؤال على فكرة. قعد سراقة ينادي عليهم يطلب منهم الأمان، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يقولش لحد. وأثناء سير النبي عدى النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة اسمها أم معبد. أم معبد دي كانت عندها زي خيمة في الطريق بين مكة وبين المدينة، وكان أي حد بيعدي بيشربوا من اللبن اللي عندها. النبي صلى الله عليه وسلم راح هناك وشرب من لبن الأغنام اللي عندها، كان عندها كده معزة يعني ما فيهاش لبن ولا أي حاجة وضعيفة خالص. راح النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، وبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى إن يعني حلب المعزة ديت وشربها، وشرب الرسول سيدنا أبو بكر، وشرب بعد كده هو وحلبها تاني وساب لها اللبن. فكانت يعني كانت ساعتها مشركة، ما كانتش لسه مؤمنة. بعد كده آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بالله سبحانه وتعالى. استمرت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية المدينة حوالي 8 أيام. مشي وساعتها مشي بمقدار 380 كيلو متر. النبي تعب أوي يا ولاد صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى معانا مصحف قدامنا كده، ساعات احنا بنسيبه وما نهتمش بيه يرجع للتراب. المصحف ده عشان يوصل لك وعشان انت تقف تصلي كده قدام ربنا سبحانه وتعالى، الموضوع كبير أوي أوي أوي. تعبوا قوي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم والخلفاء، كل واحد تعب كتير جدا جدا. هو عشان يقدر ان هو يوصل لك المصحف كده زي ما انت شايفه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة جميعا. وصلوا إلى يثرب، طبعا أهل يثرب استقبلوهم زي ما انتوا عارفين، طلعوا البدر علينا والكلام ده، وأصبح بدل ما اسمها يثرب بقى اسمها المدينة الإيه؟ المنورة. هذه الجزئية التانية. نيجي بقى للدرس اللي بعده. فاني ساكنة في الدور السادس، اللي برضك الناس اللي بتنده في الشارع بتسمعه، مش عارفة سبحان الله، لا إله إلا الله. المهم قصة سيدنا موسى بقى، نبي من مصر. طبعا عارفين قصة سيدنا موسى، كلنا عارفينها، من أمتع ومن أقوى القصص، ويمكن من أكتر القصص يعني اللي اتذكرت في القرآن هي قصة سيدنا موسى. نبي من مصر عاش، يعني كان الكلام ده قبل 2000 سنة. قص علينا القرآن الحاجات دي من قبل النبي، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلها كمان، وده كله عشان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان عشان يديله قوة إن هو يتابع طريقه في طريق الدعوة. حسب سيدنا موسى، سيدنا موسى الحتة دي مهمة قوي قوي، وتيجي تمام موضوع سؤال وبتغلطوا فيها. أصلا سيدنا يوسف ابن يعقوب هو جه مصر، وكلمة يعقوب اسم أطلق على إسرائيل. مين إسرائيل؟ يعني سيدنا إسرائيل، سيدنا يعقوب أطلق عليه كلمة إسرائيل، سموه كده. يعني إسرائيل يعني عبد الله، فمعنى كده أي حد جه من تبعه أو جه يعني من بعده سمي بني إسرائيل. فسيدنا يوسف كان فين؟ كان في مصر، وأولاد نبي الله يعقوب كانوا هناك. طب يا ترى إيه اللي حصل؟ وهنعمل إيه؟ هنقفل اللينك بسرعة كلكم وادخلوا عليه هو عشان نكمل شغلنا، اتفقنا؟ هو اللينك ما تغيرهوش، يلا بسرعة ادخلوا عليه مرة كمان. سلام عليكم.